رياضة جديدة من نوعها بتجمع يمكن الفنون القتالية مع النطنطة والجيمناستيك وكمان الحركة، حنتعرف عليها اليوم بما انه هي جديدة من نوعها بلبنان وموجودة بالعالم مع يعني شابين من اللي بمرنوها بلبنان واللي جابوها الى لبنان وصارت من الرياضات المعتمدة. جوز غيب وهو درس الادوكاسيون فيزيك بجامعة البلماند وبمارس الفنون القتالية وبدرب ايضا على الباركور اللي هي رياضة جديدة اللي حنتعرف عليها اليوم. صباح الخير جو، اهلا وسهلا فيك. بونجور. وجاد بوشاهين اللي كمان درس ادوكاسيون فيزيك بجامعه البلماند واللي كمان مارس الباركور، يعني ضروري انه واحد يكون دارس ادوكاسيون فيزيك؟ لا ما ضروري، بس نحن يعني هيدا افونتاج كان لنا ان نحن دارسين ادوكاسيون فيزيك وقدرنا نقلع بهاللعبه. شو هي الباركور جاد؟ شو يعني من امتى بلشت؟ شو هي هالنوع الرياضه؟ كانها رياضه مختلطه هجينه بين عده رياضات. صحيح، الباركور بلشت من زمان كثير مع الانسان القديم وقتها كان يهرب من الحيوانات وروح يصيد، وتطورت مع الجيش الفرنسي مع ريمون بيل وعطاها لابنه ديفيد بيل اللي هو كان يعمل جيمناستيك، حولها لباركور من باركور سي لباركور كا، صارت هي مثل الجيمناستيك بس اوت دورز، بتنعمل على البنايات وفوق السيارات وكل شيء. هي مبداها انه جو فروم بوينت اي تو سي ويزاوت جوينج تو بي، بي هي بتكون حائط او سياره او حائط اوبستكل بتلاقيها. يعني اذا شفتوا حائط شو بتعملوا؟ بنطلع فوقه. بتعرف شو فوقه؟ بنعرف شو فوقه. يعني مين اللي هي فيها اسكالات كمان اللي هي تمرن كيف تطلع فوق يعني الحواجز ولا مش بالضروره؟ اسكالات هو شيء كثير معروف كل العالم تقدر تعمله، بينما الباركور عندنا في تكنيك معين تقدر تقطعي فوق الاوبستاكل بطريقه كثير سريعه وباقل انرجي ممكن. يعني مثل ما عم تشوفي بالصور الشباب عم يتمرنوا، هي طريقة التمرين مثل بالجيش مثل بكل ال، بس لما نشوف الصورة بنقول بدنا 16 سنة نتمرن لنوصل لهون. لا هيني كل شيء بالتمرين بيصير. ليه بلشت بالجيش؟ يعني هي من تمارين الجيش عادة؟ لا بس انه كان الشخص اللي اكتشفها او طلع بالفكرة هو كان بالجيش، ولأنه الجيش أكيد قبل كان هن يتمرنوا أكثر فيزيكلي كانوا فت أكثر، سو كانت قابلة انه هن يبلشوا فيها أكثر من العالم العادي. شو لازم واحد يكون يعني قد إيه يعني شو بيقولوا قد ايه بده يكون محضر جسديا؟ يعني انا صراحه عندنا بالتمرين من كل الاعمار من 6-7 سنين ل انليمتد، يعني حسب هو الشخص والابيليتي اللي عنده. في عندي شخص وزنه 120 كيلو بيوقف على ايديه بيعمل جامب كانه وزنه 15 او 20 كيلو مثل الولد اللي عم يتمرن معنا. سو الواحد هو حسب الهمه تبعه وجسد وجسمه، يعني ما فيك تطلعي بشخص تقولي هذا بيقدر او ما بيقدر. يعني مش ضروري يكون عامل رياضات ثانيه قبل او اكمستو او اي نوع من الرياضات قبل لا يتمرن. لانه نحن بالتمرين تبعنا منجهز هيدا الشاب او الصبيه، كمان في صبايا بيتمرنوا معنا، تيقدروا يصيروا جاهزين جسديا يقطعوا هالاوبستكلز، يعني ما في شيء بيجي بليل وضحاها. يعني في تمرين عم نتعب على الاشخاص تيقدروا يوصلوا لهالنتيجه. طيب خليني اسالك جاد، كل رياضه في لها فلسفه معينه يعني عاده، او بيكون التيم ورك او بيكون التنسيق بين لاعبين، وغير الفلسفه الجسديه والمنفعه الجسديه في منفعه كمان نفسيه او حياتيه، شو نفعها حياتيا هاللعبه؟ باركور بصراحه اتس واي اوف لايف، هي طريقة حياة أنت بتعيشيها أكثر من أنه بالتريننج سيشن هالساعة ونص أو ساعتين اللي عم تعمليها. هي المبدأ أنه تو أفويد أوبستكلز إن لايف، أي مشكلة بتوقع قدامي مش أنه تتفاديها بشكل أو بآخر، أنه أقطع فوق المشكلة، لاقي طريقة أنه أقطع فوقها بأقل خسائر ممكنة. يعني بالحياة أنت تأثرت بعد ما عملت باركور، بتحس أنه إذا طلع لك مشاكل بالحياة فيك تتخطاها بشكل أسهل أو أسرع؟ كثير، مثل ما بتشوف كتير. السيارة يعني إذا السيارة هو أكبر أوبستاكل ممكن يطلع بوجهك. إيه شو بتعملوا؟ بتعرف شو على السيارات؟ جامب فوق السيارة، هي 360 فوق السيارة. او شجره مثلا، اتس لايف ستايل. بس هذه وين فيها تتمارس الرياضه جو؟ وين ما كان. كيف يعني وين أربن. ما كان؟ وين ما كان، لحو مثل ما انك شايفه، حيط، سياره، شجره، حيالله اوبستكل بيطلع قدامنا بنقدر نتصرف بطريقه معينه معه. السيارات والباك فليبس والفليبس ستايل، اتس ستايل. قلتوا لي انه كانت يعني موجوده بافلام بطريقه رقص او بطريقه تمثيل او غيرها، باي افلام مثلا موجوده؟ مين مذكر من كل بي 13 بونليو 13 وياماكازي، اجمالا الافلام اللي بلشوا فيها هن افلام من فرنسا. يعني لانه الاوريجين تبع اللعبه كان من عندهم. في كليب انا بتذكر شفته، فيديو كليب كامل كله هيك لمادونا جامب. لمادونا اوكي. سو اللعبه معروفه وين ما كان، يعني مش بس بالافلام او بالفيديوز، او يعني صارت مشهوره اكثر من اللزوم. وبلبنان تدريجيا، بتعرفوا لبنان على طول شوي مأخر شوي صغير عن غيره، بس ماشي الحال. ما حوافق معك بمأخر شوي عن غيره. مأخر كثير. ليش فكرتوا انه تجيبوا هاللعبة على لبنان جد؟ صراحة أنا لأنه من زمان كنت رحت على أمريكا، تعرفت عليها هونيك،
وحسيت انه ارتحت فيها وقدرت انه بلش فيها. جيت على لبنان ولقيت انه ما في حدا بيعمل فيها. سو بلشنا من حوالي 9 سنين. بلشنا انا بلشت صار لي 9 سنين انا بعملها بلبنان. اوكي. وانه لوحدي وبالضيعه وبين رفقاتي وانه هيك ما ماشي مهم. طلعنا على جامعه البلمان كان في جيمناستكس روم. سو هونيك ساعدت اكثر انه نتطور اكثر. وكمان اداره الجامعه كثير ساعدتنا انه نقدر نعمل بريح بالكامبس تبع الجامعه وهيك. تعرفنا على بعض وبلشنا هذا الفريق وصرنا انه نتمرن اكثر واكثر. وخلال تمريننا تعرفوا علينا عالم وفاتوا تدربوا معنا ورجعوا انه تركوا صاروا هن لوحدهم جربوا يعملوا بروفيتبل اورجنايزيشن. بس كل العالم شافت انه ما مش الحال ورجعوا الباقيين لعنا بالنهايه. شو بتقصد؟ بتقصد انه جربوا انه يطلعوا مصاري؟ جربوا يعملوا ايفنت لوحدهم وفريق لوحدهم وما مش الحال لانه انه ما عندهم المعلومات الكافية والخبرة الكافية نحن كان عنا يعني. بس هيدي الرياضة بعدها 9 سنين يعني بعدها شابة إذا فينا نسميها أو جديدة. هي أصلاً بالعالم كله رياضة شابة يعني ما صار لها زمان. يعني ما في بعد فيها مسابقات وميداليات. برا بلا. برا بلا. في بإنجلترا بلندن وورلد فري ران تشامبيونشيب. بس كثير محصوره لانه بس الاليت اتليست اللي بيروح عليها كثير كثير قوي. انتم بحاجه لاسباس كبير يعني كنت عم بسالك اذا بتقدروا تعملوا داخل الاستوديو كم حركه تفرجونا قلت لي لا لانه بحاجه لاوبستكلز لاسباس لانه الشيء اللي بيصير مثل ما شفنا بالصور انه ما فينا فشخه صغيره يعني كله اكستريم بدنا مسافات بدنا اوبستكلز تكون راكد مسافه طويله بدك طبيعي. البنات بينجحوا فيها اكثر ولا الشباب؟ مش ضروري اثنيناتهم. نحن عندنا مثل ما قال لك جو في عندنا كثير بنات عم بتشارك وفي اولاد وفي شباب. في بنات بعمل احسن من الشباب كمان. سو ات ديبيندز حسب كل شخص نفسيته قد ايه بده يعطي اللعبه قد ايه بيحبها للشغله. وكيف بتقسموا الليفلز؟ يعني في ليفلز بهاللعبه هلا اللي عم نشوفهم هون من هالحركات هول اكيد بروفيشنالز هيدا التيم. نحن هلا عندنا تيم مؤلف من 10 اشخاص. نعم هيدا التيم يعني كل الصور عم تشوفيها هن التيم. وفي كم صوره بالاندور تريننج ببين الفريق كله عم يتمرن. نحن مقسمين ليفلز بيجنرز وادفانسد يعني تو ليفلز او levels. مبتدئين ومحترفين مزبوط. وفي التيم بيتمرن اوت دور يعني حسب ما يكون وقت التيم. لما بتتمرنوا اوت دور وين بتتمرنوا؟ وين ما كان يعني بنقرر انه اليوم بهالمنطقه بار اكزامبل بجبال بنوقف سياراتنا وبنبلش نمشي بجبال مش نمشي نركض ونطنط وهيك مثل ما عم نشوف بالصور يعني ما في شيء بيقدر يوقف بدربه. ما بتشكلوا خطر على السلامه العامه؟ ما بتنطوا قدام السيارات على حيطان ما بتأذوا حدا؟ لا هي صارت يعني صار عالم عم تتهور. هيدا الشيء اللي عم تحكي عنه انه تهور عم ننط قدام السيارات. لا نحن كل شيء عم نعمله اذا انضرينا في حال صار في ضرر بيكون ضرر شخصي ما بيأذي حدا من العالم. لما بنشوف الصور بنشوف انه كثير خطرين يعني هون مش مزح. شوفيهم خطرين لانه اول مره بتشوفي هيك صور هيك نوع صور. بس كله على التمرين بيصير. بس يعتبر من الاكستريم سبورتس ولا صحيح. لا جاكي اكيد اكستريم سبورتس اكستريم 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 از ان ايدي انه بالمبدا بتبين انه مش مين ما كان في مارسها. بس تفوتي وتلاقي يعني بسمعكم مفكره انه كثير هينه. انا شايفه عم تعرف شو على الحيطان ما مش هين ابدا عن جد نوعا ما هينه. اذا بتلاقي حدا يدربك ومع سيفتي انفايرمنت فيك تبلشي فيها وفيك تطوري. مش شو السيفتي انفايرمنت؟ انه نبلش اندور تريننج تيصير عندك المؤهلات انه تطلع لبرا ويصير تكنيك مزبوط بعدين بتنتقلي اوت دور. بس اللي بينتقل دغري اوت دور ببلش دغري اوت دور في خطر خطر كثير كبير انه بصير عنده انجريز وجسمه ما بيكون متعود انه يتحمل هيك ضغط وهيك قصص ومشكله. شو المخاطر اللي ممكن تتعرضوا لها بهيك لعبه؟ المخاطر سالتيني لالي ويعني سؤالك بمحله. انا يمكن اكثر شخص عنده انجريز بهالرياضه كثير في مصل مش مكسور وكذا والله. بس المشكله هي مثل ما قلك يعني انا بلشت اوت دور وبلشت لوحدي. فشوف احضر فيديو على اليوتيوب وروح نط ما اعرف شو غلط اوقع. فانه هذه المشكله هذه اللي هلا التلاميذ معنا اياها هلا هالمشكله لانه نحن عم ندربهم في عندهم كوتشز عم بيشوف لهم شو الغلط ومثل ما قلنا بجيمناستكس روم اللي هي فيها فرشات من تحت سو سيفتي اذا حدا وقع ما بيصير له شيء. سو ما عندنا ولا انجري. سو كيف بصير التمارين جو؟ تمارين بس نبلش كل سيشن بتكون عباره عن وورم اب شويه ستريتشنج شوي مش كثير بعدين نبلش تكنيك. بس نخلص الصف نعمل كونديشنينج من اول جسم مزبوط تقدروا يتحملوا هالامباكت هالضغط اللي عم بيصير على الجسم. طب تكنيك كيف يعني كيف التكنيك اللي بتعلموه؟ انه هون عم نشوف ناس عم بيعرف شو على حيطان عم بينطوا فوق السيارات كله مدروس كله له تكنيك يعني ما في شيء بيصير هيك بالهواء انه يلا ركود وبدك تقطع هيدا الحيط. لا ما بتصير هيك. في دراسات معموله على اللعبه ونحن اشتغلنا عليها اكثر واكثر وحولناها من طرق الفيديوهات اللي عم نشوفها لطرق تعليميه تنقدر نوصل هالاشخاص يعملوا هالحركه. وداخل الجيم عندكم الادوات اللازمه؟ شو عندكم داخل الجيم مثلا؟ جيمناستيك روم. جيمناستيك روم فاضيه؟ لا جيمناستيك روم مع الاوبستكلز تبع الجيمناستكس يعني كل شيء خاصه بالجيمناستيك
وفي قصص اوقات نحن بنبتكرها، يعني بنحط كذا ماتيريال مع بعض. شو عم نشوف هون؟ هون عم نشتغل على الجام. لما الجام بيكون على الارض بيكون عادي، بس لما بيكون على السفنج الامورتيسمون تبع السفنجه بيعطي باور اكثر للعضل. صح، بيرجع بيكون هون عم نشتغل. هون اندور عم بيتمرنوا على الباك فليب بس مع ستايل، مع لقطه الاجرين بالهواء هو عم يبرم لورا. سو في كثير ادفانس، اكيد ادفانس يعني، بس انه ستارتس فروم سم. هون البوش ابس لما بيكون على مطرح منه كثير ثابت، العضله بتشتغل بطريقه اقوى واحسن تيقدر يقوي عضله بطريقه سريعه. بس هون عم نشوفهم شباب كبار، هذا الفريق يمكن عم يتمرن. فيك تقولي هودي الادفانس. الادفانس تول. نعم. وبالنسبه للبيجنرز بيكونوا الاعمار مختلفين باختلاف اعمارهم، بتحطهم مع بعض؟ بيتمرنوا نفس تمرين الكبار، بس الفكره وين؟ انه كل واحد حسب قدراته بيعطي. يعني بينقسم الصف قسمين، بس نفس التمرين لازم يشتغلوه كلهم، كل واحد حسب قدراته بيبدع. طيب هي خليط من اي رياضات؟ يعني باي رياضات بتقووهم اذا بدنا نقسمها؟ جيمناستكس، بريك دانس، ايروبكس، خليط. كل هول مع بعض؟ كل الرياضات مع بعض. ضروري واحد يكون عامل جيمناستيك قبل او عنده فكره عن الجيمناستكس؟ في طريقه عيش معينه بيعيشها بعدين بالنسبه لل ما بعرف الاكل اللي بياكله، الغذاء، لا بالعكس، بصير ياكل كل شيء وبصير بده اكل انرجي اكثر، لانه اللعبه كثير بتصرف انرجي. بتصرف انرجي كتمرين. لما بيبرع بهالشغله بصير بروفيشنال، بتصير مشي كثير سهله، بس لما بيكون عم يتمرن بطريقه التمرين كثير كثير بيصرف انرجي. اذا واحد ما بده انه يصير بروفيشنال، يعني بده يعملها رياضه كرياضه بس هيك ليتمرن ليتسلى، بيقدر؟ شو بتنفعه؟ اكيد بضل على ليفل، نفس الليفل اللي بيوصل له، على ليفل كثير خفيف، مش مضطر يقوي التريننج تبعه يروح اكستريم. بس بالنهايه حسب الشخص هو شو بده من هالرياضه. بده انه بس كونديشننج لجسمه، او بده يطلع اكثر ادفانس. نحن بنساعده اللي بده. يعني في عندنا صبايا ما بحبوا ينطوا من بنايه لبنايه او يعملوا هالقصص الاكستريم، بس بدهم يحافظوا على رشاقتهم او يضعفوا شوي، او هيدي اسرع طريقه تيضعفوا. لانه الرياضه بدها كثير انرجي، كثير انرجي كتمرين، لانه طريقه التمرين تبعها كثير اجريسيف، كثير قويه. يعني مثل ما قلنا انه جاي من الجيش، والجيش ما كانوا يتسلوا، كانوا يشتغلوا بطريقه كثير. عم نشوف كنا يعني الويب سايت اذا حدا بحب ياخذ تفاصيل اكثر وهيك. خليني اسالكم بس، لينقل واحد من البيجنر لبروفيشنال قد ايه بده وقت؟ يعني حسب، في ناس بتنقل باربع خمس اشهر سنه، في ناس بتجي رادي عندها باك جراوند معين بشهرين بتنقل، عرفتي؟ بس انه حسب كل شخص، هيدا حسب كل شخص. ما في بده معين بتنطروه قبل ما تنقلوهم. شو اللي بخليكم تقولوا للي عم تمرنوهم؟ كم ولد انتم عم تمرنوا هلا؟ تقريبا وصلنا لل 70 75 تلميذ. اوكي، ال 70 تلميذ كيف تختاروا منهم مين نقل على النيفو بروفيسيونيل؟ بس تطلعي بالبرفورمنس تبعهم دغري ببين. ببين من التكنيك، يعني ببين تكنيك بيور، مش انه واحد عم يطلع متفركش. أوكي. او اجره هيك او ايده هيك، ببين انه صار شاطر منيح فيهم. طيب خليني اسالكم، نابين توسعوها اكثر؟ اليوم عم تمرنوا انتم بمدرسه بالجميزه، نابين توسعوها اكثر هالرياضه تصير على مستوى لبنان؟ انه نوسعها كثير على لبنان ونعرفها على كل مناطق لبنان، سواء جنوب وشمال، انه كل لبنان، انه كل لبنان حقه يعرفها. وتعملوها لايف ستايل حسب ما فهمت منكم، يعني تصير أكيد. كمان يعني تنشروا هالفلسفه، طريقه العيش اللي هي بس واحد يلتقى بمشاكل على طريقه يقدر يتخطاها. هو نحن المشكله عندنا اكثر شيء بلبنان انه مش عم تنفهم بطريقه صحيح، كل ما حدا يشوفنا انه انتم جايين وعم تقتلوا حالكم وهذا اذى، بس برا عم بيستوعبوا انه واو ليك شو انت شو عم تقدر تعمل، مش عم بيشوفوا الجود سايد انه البرفورمنس اللي عم بينعمل هالمسافه البعيده بالجامب او هالفليب الصعبه، عم بيقولوا انه انتم جنين، بدل ما يقولوا انه واو عن جد نيلكم انه عندكم هالفتنس العالي، احنا هيدي النقطه اللي بدنا نوصل لها، انه اتليست يحترمونا العالم بنحنا اللي عم نعمله. مش مضطرين نحن انه كل العالم تصير تشترك معنا، بس انه اتليست انه شوفوا شو عم نعمل نحن بس. بتجي هيدي شوي شوي وبنرجع للانسان القديم اللي ذكرته اول شيء، اللي هو جسمه محضر ليقدر يتجاوز كل هالحواجز. شكرا لكم جو وجا، اتمنى لكم التوفيق، وبنضلنا بنتابعكم وين بتصير الرياضه وقد ايه فيكم انكم تنشروها. بريك ومنتابع. صار وقت تعيش الاضواء مع اكي هاجليتس.